السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين. يعطيك العافية بابا. أنا عافية. خير إن شاء الله. ليش شو صاير؟ من وين بده يجي الخير؟ راسم خبرني بكل شي صار. إيه وناجية كمان خبرتني. ما كفاهم قضوا الليل عم يدوروا على الصبي، راحوا كل أهل الضيعة يزوروا ابن هالمرة ببيت الكاليلي قليلين ذوق. إيه وشو بدكم بالحكي؟ هنن ما في أشطر منهم بهالحركات. عن جد شي ما بتصدق. الناس اللي كانوا يقعدوا يشربوا شاي معي كل يوم هلا صاروا كلهم مع أعدائنا. ايه وطاهر اليوم اجى لعنا لهون على البيت. شو بده؟ بابا ممكن احكي معك؟ طبعا تفضلي احكي. بس ما تعصب واستناني لحتى احكي لك كل شيء بالتفصيل. تمام بابا؟ تمام. القصة اليوم اجا طاهر ورجع لي المحبس تبعي، وبعدين قال لي المفروض محبسك ما ينشلح الا اذا كان انت بدك هيك. وشايف انك مو لابستي. ايه قلت له تركني فكر بس ما بلبسه بلا ما اقول لك. وهو شلح محبسه؟ لا، وقال لي ما رح يشلحه الا اذا انا قلت له ما بدي اياك طاهر. انت حابه ترجعي محبسك؟ اذا موافق اكيد بلبسه بابا. شكرا لزيارتكم يا جماعة. الله معكم. لا عن جد مو معقول، من الصبح وطول اليوم ما كانت تخلص الزيارات. معناتها يا مرت خالي محبينكم كتار. إيه بس والله لكنا. تفضل. يسلموا إيديك يا آسي. ألف صحة وهنا. إيه طاهر، نفس إمتى بدها تشتكي على هذا فيدات؟ لا شو عم تقول؟ زورت وراق لتسافر على جورجيا، كيف رح تشتكي؟ سكوت سكوت، أنا ما سمعت شي من هالكلام. أستغفر الله، قدامك شرطي وعم تحكي هيك؟ المهم بهالموضوع في جريمة. هذا فيداد أو وصل اللي اسمه بلند براسه، ما هيك؟ هذا بلند واحد من رجاله أصلاً وهو مزبط القصة. هالحقير أساساً الشرطة ما لازم تحبسه، هالواطي هو وعايش لازم يندفن. بس طاير شو هالحكي؟ قال يندفن عايش. قد ما كان مزبط القصة بهالجريمة أنا رح ألاقي شي دينه، إلا ما يكون غلط شي غلطة. أكيد بيكون غلطان أخي مدحت، إلا إذا هالواطي قدم اعتراف وقتها بيمشي الحال. إذا بهالموضوع ما مشي الحال منلاقي حل غيره. لشوف بعد كل هالعمايل لوين بده يوصل هالواطي. أنا رح أطلع شوي لفوق مرت خالي، يعني منه بشوف ييد ومنه كمان بسلم على الشيخ عثمان قبل ما أمشي ومنتكل على الله. آسية اطلعي انتي مع مدحت لفوق وشوفي لي فرد مرة إذا أبوكي خلص كاسة الشاي. تفضل أخي مدحت. لا لا تقوم. خلص أمي. كل الوقت ساكتي، ما قلت لك ولا كلمة مشان الضيوف. بدي أعرف هلأ شو ساويت؟ رجعت له المحبس ولبست إياه؟ رجعته بس ما لبسته لسه، بدها تفكر بالقصة. وليش ما حاولت تلبسها إياه قبل ما ترجع لهون؟ أمي هاي محبسي لساته بإصبعي شايفتي؟ ولحتى مرجانة تقرر ما بشلحه أبداً. منيح هيك؟ أنا شو منيح؟ أنت هيك كان بدك وعملته غصب عني. أمي شو أعمل لك أكتر؟ شو بدك لسه؟ أمي أخي وعد ووفى بالوعد، شو بدك لسه؟ خلصنا بقى بكفي. إيه طاهر هو الضحية، قطع هالوعد بس كرمال يحميه لنفس لحتى تهرب لروسيا ونخلص من هالحقير فيدات. آسية حاجة كبري القصة ممكن؟ خلص سكوت، انت ابو الشين مصطفى. خلصنا. انت كمان سبب بكل اللي صار، خليك هيك عم تساوي وتغرق اخوك. مين اللي خلاه يوعد هالوعد مصطفى؟ مانك متذكر مين؟ بكفي، هذا الشي اللي كان بدكم اياه بالعيلة ونفسته وما ناقشت، خلوني ارتاح بقى الله يخليكم. ها؟ جننتوا للزلمة. بالله نحن جنناه آسية، نحن جنناه.
اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.